بسم الله. هات البرميل والأساس. البرميل وشوية أساس احتياط. هاي بيضة. هات لك واحد منفوخ. وهات لي غذاية. بيضة هي بس، عاد وين هي الملكة؟ عاد دور عليها. كلها كمشة نحل. على العموم هي ملكة جنتر، هاي عين الجنتر جواتها. و والله ما عرفت الاقي الملكة. هاي على اغلب من الدفعة الأولى الجنتر صح؟ أول دفعة. انت تستعجلنش. بلكي مش بايضة، بلكي مش متلقحة. هاي الملكة. لا متلقحة. بايضة. تنفيخها عرفت أنا، بس إنه يعني هات البرواز ممطوط. هذا كله بيض.
خلاص غذيها. وهاي الملكة. الجنتر هذول. والزرعة. كت سودة صح؟ حتى احنا نسينا نطلع تبعت الجنتر اللي هون، هذيك طلعناها. شو مشكلة؟ بيضة هون. خلص بيضة شغالة، هات برواز. ما دام حطينا لها غذائي معناته امورها تمام. انا ما ركزين اخليها اول باول. بيضه بس مش مضغوطة كثير، بس جيب لها منفوخ. بحب دائما اشوف الملكة. هاي. السود حاول السود تتحاشاهن برويز، يعني اعطيني اللي على شغال سود سود سود، حط على جنب ناخذ له بيضه. هسه ليش بخاف دائما؟
بحب دائما اشوف الملكه. ليش؟ لانه اول مرات النحل هذا اذا ما نجحت في ملكه ممكن تلاقي فيه بيض وتتوه فيه وتفكر وتنتبهش كثير ويكون تكذيب. فهمت كيف؟ طبعا انت تدقق انه بيض صحيح بنص العين وبيضه كويسه وحجمها كبير كل هاي الاشياء. نعم صحيح، بس مرات الواحد من السرعه يقول لك ايه خلاص هاي بيضه هي رقات امشي خلاص متلقى. أن يفضل دائما اول مره نشوفها، والمره الجايه على الاغلب تعليم، نعلم الملك. بيض منتظم ورقات منتظمه وكل شيء تمام، ما صح لناش نشوف الملكة. ليش دائما يفضل ان الملكة ما تتقفص مباشرة بعد التلقيح؟ لأن بتكون لسه في بيكون في عندها مجال للنمو لسه زيادة. هات برواز، ها فإذا قفصتها مباشرة راح تأثر على استمرارها في النمو وتطورها بشكل جيد. يفضل عادة تقفيص الملكة بعد حوالي 3 أسابيع أو 4 أسابيع من وضع البيض، عبين ما يسكر أول فوج حضاني عندها. هاي الملكة. سات البرواز معك، هذا ممتاز. خلاص المرة الجاية نحط لها هاي أساس ونمشي وعبي الموضوع. مع التغذية بيمشي حالها. هاي شغالة بيض ممتاز. هات لي برواز منفوخ او اساس بدك اياه عالي، هي قوية هاي، بدك تجيب لي اساس. هات ها ما شاء الله، حضنة مرصوصة رص. هاي تلقحت أول شيء هاي. هاي من الأوائل. شايف هذا الاساس مع التغذية هاي، هذا المرة الجاية بتلاقيه منفوخ كامل وبيضيته. وهاي بيضة وهاي الملكة. هاي حضنتها ممتازة وامورها تمام. بدك تجيب لها منفوخ جيب لها، ما مش اساس.
وهاي الملكة. هات لي منفوخ. ممتاز. النحالين شو بيساوي؟ بقسم بضل يفتح الخلية يفتح الخلية يفتح الخلية يفتح الخلية يلعن حرمها. خلاص اتركها يا زلمة، ترجع عليها بعد وقت معين، خلاص ما في مجال الا انها تكون يا متلقح يا متلقح الملكة. هاي طبعا كمية النحل فيها قليلة جدا، هاي على الاغلب قلنا ايش بس تتلقح، ممكن بعد اسبوعين ثلاثة تقفصها هاي الملكة وترد تحط لها بيت ملكي. تصير هاي عبارة عن نوية ايش؟ نوايا التلقيح. ذكي الملكة على البرواز هذاك. هات لك برواز هون منفوخ بصير. هاي الملكة. دقيقة. الحمد لله رب العالمين. يهديكم الله ويصلح بالكم. هاي مدلية لعبة شايف؟ معناته أمورها تمام. البوليسترينة مايلة. هات لك برواز منفوخ. هذا بيضيته. بيض محترم. هاي الملكة. حبوب اللقاح بغزارة خزنة، بس هذا الكأس الملكي بخوف. دقيقة، هاي وضعها مش صح.
هاي فيها تكذيب يا معلم. بس هاي الملكة شايفها؟ كيف حكمت التكذيب يعني؟ طلع كيف العيون جوا مليانة ثلاث أربع بيضات. تكذيب. بس هاي الملكة جديد شكلها متلقحة، فراح تلغي التكذيب خلص. غديها يعني. غديها. وبدنا نخليها مضغوطة. ذكر شفته. هاي ما فيها بيض. مع انهم جمعوا حبوب اللقاح بشكل كويس. هاي جبناها شكلها جديد لحالها. لا يعني بعد هذول الدفعة. وحضول. والله. حتى ذاك كانت زيادة، هاي سبعة كان. أي. بس بعدها مش متلقحة. هي متلقحة بس بعدها مش بيضة. أديها. بس راح نحط عليها إيش؟ ما راح نكتب عليها. نغذيها ماشي، بس بدنا نحط عليها عشبة إنه للتحقق المرة الجاية. لازم تبيض، ما باضتش معناته. بيضة. ها بدها برواز أساس وبرواز منفوخ. بس كثير مضطربة. طبعا هذا الاضطراب بعد اسبوع زمان تعال عليه بتلاقيها ايش الخلية. تلاقيها استقرت. لانه البيض اول بيض. النحل بظل زي الضايج حتى يتأكد انه البيض فقس واموره تمام. تحس انه النحل بظل ضايج. حتى الملكة ما قدرنا نشوفها. يا هلا يا هلا. حمزة بدناش نكشف البيت اليوم؟ حبيبك. انا وياك نكشفه هسا؟
بحاول اشوف الملكة، مع انه مش بالسهولة، بس استقرت. شوف كيف هدية الخلية. عملية الفتح كمان على الخلايا مش كويس دائما. هاي البرواز هذا فيه كثير عيون ذكرية بهذا الجهة، شايفها بالوسط. هذا راح يكون مزعج للملكة الفتية، ما بتحب تبيض بعين الذكور، راح تلاقيها تتجنب كل عيون الذكرية. فشو ممكن نساوي احنا؟ ولا شيء، خليها على ما هي عليه. هذا منفوخ ممتاز، ايوه، وهذا اساس. هات الغطاء هسه. هذا نرجع نحطه هيك، بدناش النحل يبني لفوق، خصوصا تكون خليه زي هيك قويه. خمس، طب هن هذول، هن هذول بنات جنتر ولا ايش؟ لا، نشوف اللي جنبها اذا فيها كؤوس ولا ما فيهاش كؤوس. يمنا بالله البوليسترين، احسن ما نفعصها نكسرها. بايضة، وهاي الملك. وين راحت؟ هاي هات لك برواز عادي، متفرقش. منفوخ، هات منفوخ. هاي بنت جنتر، هاي بنت جنتر. حتى هاي صح؟ وهاي بيضة. فمن الناحية العملية، هل في مشكلة بيض تلقيح ملكات؟ نقول الجواب لا، على ما احنا شايفينه ما في مشاكل تلقيح ملكات. طبعا النحل لازم ياخذ الظروف المثالية. هاي الملكة ممتاز، لازم النحال دائما يوفر الظروف المثالية للتلقيح. هات البرواز،
مثلا غذايته وماتها. بيضة هاي الملكة. هاك هاي عين الجنتر. لا تستبق لا تستبق لا تستبق عادل انتعتها. بس متأخر في التلقيح ترى، على الأغلب على الأغلب هاي مش منها، هاي مش من ال هاي فاقة بيوت ملكية، هاي حطينا لها بيت ملكي لما انت حطيته غاد جبته ولزقته تلزيق هنا بالمنطقة هاي. طب هاي بعدها عذرة شايف، خلي هاي بس تحط لها مرتبة. حتى هون باقي في بدايات تكذيب شايف، عشان كان في تأخير. شايف هذا كاس الجنتر شايفه، بس شكله ما زبط، فاحنا خليناها تطلع منها. فيها في بيضة، هل هو بيضة منها؟ على كل حال هاي ما بنقدر نحكم عليها هسه. هات لي برواز لانه فيها كثافة نحل اساس، حط عليها عشبة. بيضة بيضة بس نتأكد من الملكة. يا سلام، أحسن الجو.
شايف معاي ملك انت؟ صوت ذكر محشور بتلاقيه. شايف كيف بتكون زي المخفية؟ لذلك تعليمهن ايش؟ مهم جدا. اديها؟ احنا هذا قمنا الكأس الجنتر دقيقة. ولا مش جنتر هاي؟ ما بعرف. شكلها مش جنتر هاي. بس المفروض انهم جنب بعض، المفروض انهم نفس العلامة صح؟ والملكة سودة صح؟ معناته بنت ال انا استوكر على الله. هذول بعد المسكرات يا معلم، هذول معناته قسمة خلايا مطردة. معي دخن. بس هذول على الأغلب احنا قاسمين انه فيهن بيوت ملكية او فيهن عذارة، فممكن يكون كمان تلقحن في توسيع نحل موسع بالنص. هاي العذراء بجرها الشمال فيها عطل. بيمشي حالها، بس ايش ممكن يبدلها النحل بعد فترة. عشبة وحط لي لها اساس. هاي اللي قلت لك احط عليها عشبة حطيت. هاي اللي بالنص اللي قلت لك لا تغذيها. النحل ضايج مش بعقل. هات لك كمان برواز هون اساس بصير وعشبه. مش مشكله.
هذول الثلاث حط عليهم عشب.